يعني من فلسطين ومن قلب عاصمة المقاومة في فلسطين قطاع غزة، نوجه التحية الكاملة إلى أهلنا وإخواننا في البحرين الشقيق، إلى شعب البحرين بالتحديد الذي يعني الذي ما زال يدعم صمود شعبنا الفلسطيني ويدعم المقاومة الفلسطينية بما يستطيع، وأيضا هو الآن نستطيع أن نقول أنه في مقاومة مفتوحة ضد سياسة التطبيع وكل المطبعين وعلى رأسهم النظام البحريني. ولعل الخطوات الأخيرة والانتصار الذي حققه إخواننا في البحرين على التطبيع ومنع دخول الوفد الصهيوني للبحرين ضمن مؤتمر ريادة الأعمال كان انتصارا للبحرين وللأمة العربية والإسلامية ولفلسطين والقدس. ولذلك نتوجه يعني من هنا من فلسطين باسم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بالشكر الكبير إلى أهلنا في البحرين، ونؤكد أننا سنبقى داعمين لهم ولثورتهم ولصمودهم حتى أن يصلوا إلى أهدافهم ولنيل حقوقهم المشروعة بإذن الله تبارك وتعالى.